أسئلة سهلة يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك، واكسب يما دي جايزة بجد حاجة وجاتلك مش من حد. أسئلة سهلة يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك، حاجة بسيطة في لحظة جميلة، واللي يقولك حاجة عجيبة أكيد هنقوله ده رزق وجالك. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا رزق وجالك. أكيد كل حلقة بنبدأ المقدمة بنكون واقفين في مكان جميل وفي خضرة وفي هواء جميل، وده لأننا طوال 30 حلقة اتلسعنا في الشمس إحنا والمصورين والمخرج وقصت العمل وتعبنا جدا، فقلنا ناخد نفسنا شوية ونبدأ المقدمة من هنا، ويلا بينا مع بعض نبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا رزق وجالك ونشوف إيه اللي هيحصل. يلا بينا مع بعض. واللي يقول لك حاجة عجيبة أكيد هنقول له ده رزق وجالك. برنامج رزق وجالك، هنسألك سؤال وجاوبت عليه تاخد معانا جايزة إن شاء الله. اسمك إيه الأول؟ وحيد أورني حسن. وحيد أورني حسن؟ آه. طب الاسم الثنائي لرئيس محمد مرسي إيه؟ ها؟ الاسم الثنائي لرئيس محمد مرسي. الاسم الثنائي لرئيس محمد مرسي اللي هو رئيس الجمهورية. تمام، رئيس الجمهورية، ألف مبروك يا حاج. فضل حاجة. ربنا يكرمك يا على فكره الاسم الثنائي لرئيس محمد مرسي هو محمد مرسي. محمد مرسي. حاج وربنا يكرمك. بص الكاميرا كده وقول احساسك مع برنامج رزق وجالك. ربنا يخلي اهل الخير ويخلي اهل الناس الحلوه، وربنا يكرمكم جميعا ويكتر من امثالكم. شكرا يا حاج، بس انت طيب. وانت طيب يا حاج. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. بس انت جاوبت غلط على فكره. معلش. ماشي خلاص بقى. بس انت جاوبت غلط. ليه بقى كده بقى؟ انت جاوبت غلط، لو جاوبت صح. ما جاوبتش. انت ربنا يكرمك ويديكم الله يخليك. شر العاية والمرة. السلام عليكم يا حاج. سلام عليكم. طب اسالك سؤال تاني؟ اه. خلاص ماشي. بس انت طيب. طب حاج ربنا يكرمك يا باشا. ده رزق وجالك. السلام عليكم، برنامج رزق وجالك، هسألك سؤال لو جاوبت عليها تاخد معانا جايزة إن شاء الله، تمام؟ تاريخ ميلادك كام؟ أنا معانا في البطاقة معايا جوايا. بطاقة معاك؟ عارف تاريخ ميلادك كام؟ لا. ألف مبروك يا ريس، كسبت معانا جايزة في برنامج رزق وجالك. ماشي يا حاج. ده تليفون محمول، عايزك بقى تقول لنا احساسك وانت واخد التليفون كده. لا احساس كويس يعني، مش حلو يعني. طب كلمه بقى لبرنامج رزق وجالك. عايز الف مبروك يا عم، وشكرنا. هتجيب خطين بقى تحطهم فيه، ده موبايل نوكيا بخطين، هجيب خطين وتحطهم فيه. ماشي يا عم، شكرنا. تاريخ ميلادك تقريبا 15/1/1976 صح؟ لا حاجه. ماشي يا ريس، انت طيب. تمام يا باشا. طيب. تمام يا باشا. السلام عليكم. جاوب غلط يا عم. رزق وجالك. يا حاج اسمعني، ده جايزه والله تكسبها يا حاج، تاخد جايزه. رزق وجالك يا حاج. ده رزق وجالك. السلام عليكم. حضرتك احنا في برنامج اسمه رزق وجالك في شهر رمضان الكريم، هنسال حضرتك سؤال لو جاوبت عليه تاخد معانا جايزه ان شاء الله. ايه وجه الشبه بين الموز والتفاح؟ الموز والتفاح؟ التفاح احمر والموز اخضر. لا، وجه الشبه ما بينهم، في حاجه يعني شبيهه بين الاثنين، ايه هي؟ الموز والتفاح؟ ما عنديش فكرة. ما عندكش فكرة؟ ألف مبروك يا ريس، كسبت معانا جايزة. ألف مبروك يا ريس. ماشي. مبروك. وجه الشبه ما بين الموز والتفاح إن الاتنين مش جوافة. شكرا لكم. كلمة بقى البرنامج رزق وجالك. رزق وجالك، أنا بشكر القائمين على البرنامج وكل عام وأنتم بخير. شكرا. ده رزق وجالك. احنا في برنامج رزق وجالك، اسالك سؤال لو جاوبت عليها تاخد ان شاء الله معانا جايزه، تمام؟ يا رب يا مسهل. يا مسهل يا رب. اسمك ايه الاول؟ محمد حنف رضوان. محمد حنف رضوان. طيب الاسم الثنائي لرئيس جمال عبد الناصر، راح لرئيس جمال عبد الناصر. الله يرحمه ويسامحه، جمال عبد الناصر كان اسمه جمال عبد الناصر عبد حميد على ما اظن. ده اسمه الثنائي صح؟ الثنائي لا، عبد جمال عبد الناصر. تمام. الف مبروك، كسبت معانا تليفون. لا ده التليفون ده بتاعي. اسالك سؤال تاني لو جاوبت عليها تاخد جايزه اكبر. اليوم في اليابان 123 ساعه ولا 125 ساعه؟ 125 ساعه؟ اليوم في اليابان 125 ساعه. اليوم؟ لا 24. لا في اليابان 125 ولا 123؟ 125.
125 125 تمام بجد 125 وانا بسالك انت ما انا بقول لك 125 ولا 123 ها 125 ولا 123 لا 123 انت بص يا ريس كده انت خسرت معانا الجائزه للاسف لان بص اي يوم في الدنيا معلش انت معلش ما تزعلش انت زعلان او حاجه لا ده بتاع الواد ابني لا ما انت كده انت كده خسرتها بص حاجه بس انت بص طالما بتاعتي والله لا انت طالما جاوبت معانا غلط السلام عليكم ازي حضرتك يا فندم كل سنه وانت طيب هنسال حضرتك سؤال لو جاوبت عليه ان شاء الله تاخد معانا جايزه تمام ان شاء الله ال100 جنيه فيها كام نص جنيه وفيها كام ربع جنيه ال100 جنيه ما اعرفش انا الف مبروك يا باشا كسبت شحن كلمه بقى البرنامج رزق وجالك رزق وجال من عند الله كله من عند الله ماشي حاج طب استاذنك بقى كارت الشحن على فكره ال100 جنيه فيها 200 نص جنيه وفيها 400 ربع جنيه خلاص ماشي يا ريس عايز حاجه الله يخليك يا باشا سلام سلام باشا سلام كسان طيب يا حاج سلام برنامج جديد في رمضان اسمه رزق وجالك هنسالك سؤال لو جاوبت عليه ان شاء الله تاخد معانا جايزه لا متهيألي مش هجاوب لا هتجاوب ان شاء الله لا 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 شجره التوت بتطرح مرتين في السنه وثلاث مرات لا تقريبا اثنين تقريبا اثنين طب النخله بتاعت البلح بتطرح مرتين وثلاث مرات لا مره واحده بس مره واحده اخر سؤال بقى اليابان فيها 122 ساعه في اليوم ولا 123 ساعه تقريبا 122 الف مبروك يا عم حماده كسبت معانا جايزه شكرا يا ريس الله يخليك يا ريس بس على فكره اليوم في اي مكان 24 ساعه بس لا بس هنا لا كلام غير صحيح كلمه بقى البرنامج رزق وجالك ما تبدله فودافون عايز فودافون اه يكون احسن كلمه بقى البرنامج رزق وجالك اهو دي ارزاق طبعا ارزاق بتاع ربنا شكرا شكرا احنا في برنامج رزق وجالك هنسالك سؤال لو جاوبت عليه ان شاء الله تاخد معانا جايزه الاسم الثنائي للرئيس محمد مرسي ايه انا اعرف انه اسمه محمد مرسي بس لكن ما تعرفش الاسم الثنائي لا طب الف مبروك كسبت معانا جايزه ايوه يا باشا تشكر يا سعد احساسك ايه بقى في برنامج رزق وجالك كلمه تقولها لنا البركه في ربنا وفيكم الاول وفي الرئيس بتاعنا انت مبسوط الحمد لله طيب هسالك سؤال تاني لو جاوبت عليه ان شاء الله هتاخد جايزه اكبر ما جاوبتش عليه هناخد منك دي الراجل ليه عده زي الست ولا لا لا الراجل مالوش عده زي الست لا متاكد ايوه طب للاسف الاجابه غلط فاحنا بناخد منك الجايزه بص يا عم معوض الراجل ليه عده زي الست الراجل لو متجوز اربعه وطلق اخر واحده ما ينفعش يتجوز غير لما الست اللي طلقها دي عدتها ايه تنتهي عدتها تنتهي ايوه خلاص ماشي ماشي يا باشا كل سنه طيب السلام عليكم اتفضل يا معوض بنضحك معاك تشكر يا سعد طيب درس وجالك هسألك سؤال لو جاوبت هتاخد معانا جايزة في برنامج رزق وجالك تمام بس لو جاوبت صح هتاخد معانا جايزة اليوم فيه كم توقيت كم صلاة كم صلاة كم صلاة فيه خمس في خمسة طب تقدر تقولهم لنا بسرعة خمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ألف مبروك يا حبيبي كسبت معانا جايزة احساسك بقى وكلمه تقولها البرنامج رزق وجالك شكرا رزق وجالك السلام عليكم احنا في برنامج رزق وجالك هنسالك سؤال لو جاوبت عليها تاخد معانا جايزه ان شاء الله ثوره 25 يناير كانت يوم كام كانت يوم 25 ثوره 25 يناير كانت يوم 25 كانت يوم 25 الف مبروك كسبت معانا جايزه شكرا خد يا ريس ده ابو تجاز صغير كسبته معانا في برنامج رزق وجالك كلمه بقى تقولها للبرنامج في شهر رمضان الكريم ماشي كل عام وانتم طيبين ويعيد عليكم الايام بخير وكنت عايش كل سنه دخلك انت مبسوط خدت جايزه مبسوط لا الحمد لله ده حلو كلها بركه منكم ماشي اوصلها لك فين بقى ماشي شكرا 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 حاج السلام عليكم هسالك سؤال في برنامج رزق وجالك لو جاوبت عليه تاخد معانا جايزه ان شاء الله تمام شهر رمضان اللي جاي ده هيكون 31 يوم ولا 32 يوم 31 يوم 31 يوم الف مبروك يا ريس كسبت معانا جايزه بس على فكره عايز اقول لك حاجه شهر رمضان عمره ما كان 31 يوم اشمعنى هو كده لا 31 يوم لا عمره ما كان 31 يوم متاكد 31 يوم لا طب اديني حل ان هو ما كانش 31 يوم استنى وانت تعرف استنى ونعرف 31 يوم مفيش غير السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها اللي هو جه جه 30 يوم لكن قبل كده كان بيجي 31 يوم كان بيجي على طول 31 يوم 31 يوم بس في انباء ان هو يجي السنه الجايه دي 32 يوم لا بس انا كنت شايف انت جبت معانا غلط بس انت يا ريس ما يصدق حضرتك كده كان معانا
جايزة ما تمت خدا صاحبنا، اياك تغلط ده انت صاحبنا، بس صاحبها شرب مقلبها واما كسبها زعل وهو سابها. فوق كسبت معانا مكنه، مكنه حلوه بالكهرباء، طلع له اسم محمد. ولا اي فلوس ولا اي حاجه، بس وطي بس انت، ولا اي فلوس ولا اي حاجه. جربها بس وتقول لنا يعني كلمه الشركه. لا بلاش شعر، بلاش السؤال بعد ما اروحش اعدل من جديد تاني عشان نشوف شعر يا محمد، هات له شعر، شعر من فوق. لا بلاش فوق، شغال شغال والله ينور عليك، بس جربها من فوق معارضه راجل الصندوق. ماشي يا ماشي. لا لازم يا كابتن نتاكد، لازم تشيل شعر، شيل من فوق يا محمد. لا 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 مش هينفع والله، مش هينفع مش هتاكد والله يا ابو. انا عارف شيل من فوق يا محمد. ماشي طب لحظه بس معايا. ماشي اسمع مني، اسمع مني. طب تعالى شيل من الجنب ده يا محمد، تعالى شيل من الجنب. خلاص خلاص يا عم، خلاص خلاص يا محمد. جرب مع واحد ثاني، هو شكله مش عايز يشيل شعره يا عم. ما تخافش بس على شعر، انا حاجه واحد فور ده. خلاص يا عم ماشيين يا عم، ما تخافش يا عم. خلاص طب ماشي يا عم. ماشي طب ماشي خلاص. ماشي نهارة طبعا، ماشي كلام يتنطور عشان يتطلع، عشان لسه قايم من النوم. ماشي احنا طب ماشي خليك، طب ماشي خالصة ولا ايه؟ خلاص يا عم ماشيين يا عم. يلا محمد خلاص نجرب حد غيره. استاذ تحلى انت خلاص خلاص يابا، قلنا كده تمام. يلا محمد بس خلي بالك يا جرب يا عم، احنا مش هتخافش يا عم. قلب ليلتك زي العسل عشان مش فايق يا عم. ما تخافش يا عم الناحيه دي يا عم. الله يقويك يا عم. تعال جرب له الناحيه الثانيه. طب محمد لسه ايه مستبح، فمش بالك يا كابتن. يا كابتن يا ربنا. طب نسال الراجل ده. طيب يا كابتن احنا بنحلق وبنجرب المكنه بس عشان نتاكد. ماشي طب هظبطك الجنب الثاني. لا 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 مش عايز. طب الجنب الثاني بس. مش عايز الثاني يا عم. يا عم مش عايز انا خلاص، انا عدنهولك يا عم. لا ما تعديش يا بابا، مش عايز طالع بقى معانا الضهار يا عم. انت خلصت عندك. طب هو ده ماله ملتهب؟ ماشي يا عم، وده ماله ملتهب؟ انزل بعد اذنك يا عم. انت بتعملنا كده ليه يا عم؟ يا ابني ما بعدلكش يابا، ربنا يرزق يا اسطى الطريقه في رزقك يابا. ماشي يا عم، مش ناقصك، مش طالبك عشان عليا الطلب فيا. الله يقويك، احنا برضه زيك برضه، ما احنا خلاص. طب جرب يا محمد من فوق على السلم، خلينا نمشي يا محمد. يا عم محمد البتاع دي عليها حلال من دين، اكسر لك واحد. يا عم لا لا امشي عشان ما تزعلش مني. ماشي طب يا عم تفاق ايه؟ ما يا عم يا عم يا كابتن بس بيت ايه يا عم؟ يا عم تفاق يا عم. طب شغل المكنه يا محمد. مش فاهم. طب اصبر يا عم. يا عم طب على ايه بس؟ طب نحضر الناس دي يا كابتن. يا كابتن طب نحضر الناس دي. الراجل ده دلوقتي يا عم كسب معانا مكنه حلاقه. خلاص خلاص يا كابتن. من هنا بقى. طب ماشي خلاص. عايز يجرب معاك بس يا بيه. افكر بايه انا يابا. طب استنى يا محمد. يا عم مع وراك. انا بس نفهم في ايه؟ على ايه يا عم؟ احنا جبنا المكنه وهنجربها وحاجات زي كده. يا عم مش عايزك تجرب دي. انا افكرك استنى على عنوان. انت عبيط ولا ايه؟ ايه بس يا عم؟ يا عم زي ما بقول لك. انا اصبر يا عم. دي كان يا عم انا وشغل. خلاص خلاص يا جدع. خلاص يا كابتن. خلاص يا كابتن. معايا ارضات. بص يا كابتن. جرب في الراجل ده. طيب بص يا ريس. استنى على العنوان. لو سمحت اعملها مع الراجل الطيب ده. بص يا ريس، هو انت بتكسب مكان حلاقه، جربها بس فيك، شوفها اشتغل ولا لا. بس احنا بنجربها. شغلها يا محمد وجربها. خلاص يا عم، الراجل ده شكله طيب غلبان. يا عم شكله طيب. انت قبط ولا في يا عم؟ ايه بس انت قبط ولا في يا عم؟ استطلع الله من هنا. من الكابتن اللي كان في المكنه؟ وانتر من هنا يا ريس. بس ايه شغل العبط ده يا عم؟ الراجل دخل يا عم. انت بتجيب المكنه وتحطها على وش يا عم؟ هي نزلت. جرب بس يا كابتن. عم روح يا عم شوف مصلحتك يا كابتن. يا كابتن بس هي المكنه شغاله اهي. بص يا عم بص يا كابتن، شال منك حاجات بسيطه يعني المكنه. يا عم طب انا اظبط لك الجنب ده يا عم. انت قلت ولا ايه؟ الجنب ده، الجنب ده باص. طيب اظبط لي الجنب ده يا عم. خلاص يا كابتن خلاص خلاص خلاص. اظبط له جنب تاني يا حبيبي. طب يا عم الفكره دي اتسجلت، لو عايز تذيع قول ذيع. ذيع يا عم. صوت ضايف. اسئله سهله يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك، واكسب ياما دي جايزه بجد حاجه وجاتلك مش من حد. اسئله سهله يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك حاجه بسيطه في لحظه.